لا راح نحكي رياض على البريود هذيك في الاتوال، كيفاش تحكم عليها الباساج في الاتوال؟ بون كانت صعيبة على الاخر، مي الحمد لله رب العالمين. كان عندي هدف في حياتي هو اني نوصل نعمل اسم في النجم الرياضي الساحلي، وهذا اللي صار بالرغم اللي برشا ما يعرفوش اللي انا 4 سنوات ونص انا احتياطي في النجم الساحلي. وفي النجم الساحلي قعدت 3 سنين الاولانيين. انا تعرف واش نقول لك، 4 سنين ونص يمكن اول افون سونتر في العالم يقعد 4 سنين ونص احتياطي، ينجم يقعدهم حارس مرمى. صبرت برشا. اي 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 لعبت في بدايه البطوله هذيك وفعلا لعبت طريف. وبعد عيط لي كاسبر زاك، حتى نتذكر الصحافه وقتها كتبت قالوا النكره اللي معيط له كاسبر زاك شكون هذا، لعب 4 ماتشات في الاتوال حتى حد ما يعرف. 3 سنين الاولانيين في الاتوال كنت ناخذ 170 دينار. برشا كي نحكيها لهم توا ما يصدقوش معناها. في كلمه النجم الرياضي الساحلي فتحت لي ابواب كبيره للشهره كفريق كبير. فما برشا توا يلزمهم يفهموا الاشخاص حكايه والاكيب حكايه، الفريق حكايه والاشخاص دي باساجي، يتعدى يجي اليوم انا اليوم هنا غدوه نمشي. فهمت؟ ماهيش محسوبه. معناها النجم الرياضي الساحلي فك اللي بوك هذيك على عثمان جنيه، ما هي الحقيقه. اعطيناها جنيه اكثر من اللي اعطانا برشا، احنا نحكي كجروب كامله ما كان جي خالص رياض البوزيزي. احنا اعطيناه، خلينا نقولها في كلمه بركه اسلام، احنا اعطيناه اكثر من اللي هو اعطانا. كان انت رياض الملاعبيه الكل؟ لا انا ما انا واحد من الملاعبيه، من نحكي كان على روحي سامحوني. ميساج نحاول نحطوه سيلونسيو ولا نسكروه رياض؟ نسيت. باهي مش مشكل نكملوا نحكيو كيفاش قلت لك انت ولا الملاعبيه الكل رياض؟ لا مانيش انا بركات الملاعبيه الكل. ما نقولش الكل، مي الماجوريتي نتاعهم كانوا مضطهدين زاد ماديا. خد في الوقت هذاك اول جمعيه في تونس نعملوا 3 فينالات، معناتها 3 فينال سكسيسيف، معناتها افريكان 95 96 و97 هزينا منهم 2، هزينا كل الالقاب في ظرف 5 سنوات. في المقابل كان فما خطر اخضر، ربي يهدي الجميع، اما روى عرق الناس وسرتو. معناها انا نعرفك اللي انت نجحتني، كنا برشا ملاعبيه باهين ساهموا في. انا الحاجه اللي فرحان لها اللي كونها الاتوال عملت تاريخ جديد ودخلت لافريقيا من اوسع ابوابها فك الفتره هذيك، خاطر الاتوال جامي فاتت لانويتيام في حياتها في هما دي نيغوسي اخر ماتش. ماتش انت ما عرفتش تنيغوسي الكونترات نتاعك كيفاش؟ اي سؤال محلاه، سؤال محلاه، على خاطر جاونا عام 95. شوف فما هرسله وفما نوع نتاع تصرف في نجم يصنف معناتها في قجرة ارهاب، كلمة كبيرة. بيان سور بيان سور انا ما نعرفش. وقالوا باش يدخل بروفيسيوناليزم لتونس باش توليو محترفين. راه تعرف احسن اكثر كلمة قعدت. لا فهمني الحكاية هذي كيفاش هرسلة وقلت لي ارهاب ولا شنو؟ مش نفهمك، باش نرجع لك. باش نرجع لك. كلمة ترن توا في وثنية اللي كونه في بطاقة التعريف نتاعي وفي باسبوري باش يولي مكتوبة لاعب محترف في كرة القدم. كل عمر ذاك لا بارابولات ولا انترنت ولا بورتابلوات. معناتها توا كي نحكي وقلت التسعينات هي طريفة هي شوية بركة 20 سنة التالي. أما ما تنساش التكنولوجيا هبت علينا معناتها في سافيس. أي شنو صار وقتها رياض؟ احكي لي. شنو اللي صار؟ جاو قالوا لنا راكم باش توليو محترفين. راهو دخل الاحتراف لتونس واحنا رانا باش نبداو كاول الجمعيات باش نعملوا كونتراتوات للملاعبيه. راكم باش تولي محترف. فريد شوشان في الوقت هذاك يمكن عنده شكون يتبع فيه وراه.
ما حابش يعمل كونترا، قال لهم ما نحب نخدم. ودخل فعلا، دخل يخدم في البنك وخير، على الاقل يكون عنده ريتريت من البنك. في الكوره صح، انا حتى حد ما شاف كونترا نتاعو قد فيه، نلقى انا كونترا ب 4 سنين. كيف صح على حاجه ما غير ما تشوفش ما عندكش، ما تعرفش انت بيدك. وليه وقتها نحكي لك، شوف كي تحكي تحكي على سمير روان قلب طيب، تحكي على رياض ابو عزيزي قلب طيب، تحكي على زبير بيه، تحكي على عبد الله. غشوكم في لي كونترا تقول انت؟ بيان سور غشونا. تعرف علاش نقول لك غشونا؟ على خاطر ما ريتك الامي تو يهزوه البلديه يقراوا عليه، معناتها ما حضر تلاوه. احنا من المفروض يجي فهمك. انا تعرف مش في بالي ديما المسؤول يعوض البو، كي يجي المسؤول يكلمني، خاطر انا عشت كيك المسؤول في تبربه كي يكلمني، انا نعرفه ببلاصه بابا، بابا يرحمه ما يفهمش في كوره. الجمعيه تاع تبربه هي اللي دخلتني للانترنا، وهي اللي حبتني انا نكون باهي عندي نيفو باهي على الاقل في القرايه، وهي اللي وقفت معايا، وهي اللي دخلتني. انا عندي اجون تكنيسيان بيروتيك انفورماتيك دو جيستيون اون 92. قالوا كل شيء باش يولي انفورماتيزي. شكون قراتني تبربه؟ تلوم عليها شايف في بالي عثمان جنيح رياضه؟ والله لومت عليه للقرست انا، خاطر في كل وسيله اعلاميه اهزر. انا راني كما فما ان بروفيرب فرونسي كي دي جو بو تو باردوني مي جو نوبليوري جامي. النجم ننسى، نجم نسامح. وانت سامحته ولا؟ انا مسامح. سامح. انا تعرف علاش مسامح. حكيته بعد شنو كان؟ لا ما حكيتلوش انا، خاطر تعرف علاش؟ نحن في تونس عندنا مرض ما عرفناش نتصرفوا معاه. الشهره اللي يتكلموا عليها بمسؤولينها بملاعبيتها عشتها عام 97، كبعد 20 سنه نمشيو لكاس العالم. ما نجمتش ندخل انا من مصر، ما نجمتش ندخل لتونس من الجمهور اللي جاي بشوف رياض جلاسي اللي خلاه احسن ملاعبي وكذا كذا. وساهمت باش نعملوا دوره شرفيه في حتى نجيو بعد المنتخب الرياض. خروجك من ليتوال تقريبا كان مطرود شبه مطرود، حاجه كيما هكا. ما هو هذاك علاش كنا نحكي والنجم ننسى، نجم سامح ما ننساش. انا مش غضبتني كون كيفاش كان وقتها؟ خرجت صفقه تبادليه، ظهر لي معاك شوشين، فريق شوشين وفريق طرابلسي، ومقابل لاعب كادي ظهر لي من الكلوب اللي هو ايمن بلبولي، هكا ولا غلط؟ لا اي مش كل معلوماتك صحيحه. اي قول لي انت اعطيني صحيح. اي كي طردتني ليتوال انا وفريق شوشين، مشينا لقطر قبل ما نجيو للنادي الافريقي. مش نحكي لك حكايه على الكونترا اللي جبدناه عام 99. ليتوال كي طردتني انا مازلت سو كونترا معاه، ولكن انا باقي ما نعرفش. ولو اني عندي ورقه ال اسو بوان ما تعرفش معناها كونترا، ما تعرفش معناها تشكي كي العباد ما تلتزم في الكونترا نتاعها. معلم كما تقولوا انتم بلغتكم، انا توا راني داخل على ربع قرن، على نص قرن، عمري قريب 50 عام. علاش قلت لك التكنولوجيا فيسع فيسع؟ انا كي نبدا نحكي توا لولاد اختي ولا لولادي يقول لي اخي عشت في عهد في عصر الكهف مع اهل الكهف. تلموه كي تحكي على 20 سنه تالي ما فماش اللي توا تشوف فيه انت توا. ما كانش العباد عينها محلوله بالباهي. حتى محامي انت باش تهز معاك محامي عيب، كيفاش تهز معاك محامي ينيغوسي معاك؟ ما نعرفش انا. تي الكونترا ساعه ذاك مو عام 95 تعمل. طردونا اخوي انا وفريد شوشان من نجم الرياضي الساحلي، خرجنا من اضيق الابواب بعد ما ساهمنا على الاقل احنا الاثنين اللي كونا ما يلزمش نخرجوا من ليتوال بك الطريقة هذه. كيفاش انا مش غايضتني لتوا الحكايه كونه كيفاش طردني. كل رئيس جمعيه حر شكون ينفع وشكون ما ينفعوش، ولو اني ضد الطريقه معناها. كيف كانت الطريقه؟ انا اللي غايضني لتوا اكثر من 20 سنه بالضبط هي الحكايه 99. ولا نهار سيد يخرج في وسيله اعلاميه يقول انا كنت متعصف على رياض جلاسي وفريد شوشان. قلت لي غايضتني الطريقه، كيف كانت الطريقه؟ الطريقه طردونا. جاي قررنا نحو الهيئه المديره للنجم الرياضي الساحلي طرد اللاعب رياض جلاسي للاسباب التاليه كذا كذا. الاسباب؟ ساءت علاقته بالجمهور، ساءت علاقته بالمسؤولين، باللاعبين. قلت له فيروس انا وليت. ما هو صحيح وقت هذاك. بيان سور مش صحيح. حتى كان عندك علي حاجات كما اي واحد شاب، كما اي ملاعبي معناتها في ريعان الشباب نتاعو 26 27 سنه. في الاخر وكل شبيك بعد ما خرجت منه الزبده تلوحوا بالطريقه ذيك. وهو عثمان جنيح كوارج عمل كارير خير مني. تاني كاريري بركه في ليتوال كهو ما
ما نحكيوش عليه نهائيا كهو كان كوارشي وهو كان مسؤول يزمو يتصرف كهيك باي على الاقل كي غلط 20 سنة وهو غلطه ما ينجمش يرجع يرد اعتبار فريد شوشان ورياض جلاصي. تحس ما زلت حازه في نفسك رياضه؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال انا شوف توا انا نمشي سوسه وديما نحبها سوسه ونلقى عباد تحب رياض جلاصي وتصاوري توا موجوده في سوسه. في الاخر بكل يجي يفسخك التاريخ كله اللي عمله رياض جلاصي مع ليتوال فمش ماتش تاع كوب دافريك ما مركيتش فيه انا في سوسه. على الاقل مو عندنا الغلطه نجمو نغلطوا احنا. اما عظمه طلبان السماح تتطلب عظمه. العظيم هو اللي يعترف باخطائه وهو اللي يقدم اعتذار.